الرئيس السيسي يؤكد أن حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة. ميركل تحذر من التصعيد في ليبيا وتتعهد بالتدخل لمنع نشوب حرب بالوكالة. القضاء الاسكتلندي يعتبر قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان البريطاني غير قانوني. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. وبداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي دانا مدحت. دانا تحياتي لك. أهلا بك آية. أهلا بك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ منظومة إزالة وإدارة المخالفات الصلبة. جاء ذلك خلال اجتماعه بالمجموعة الوزرية المعنية بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخالفات الصلبة. وفي اجتماع آخر مع وفد أو وفد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بكندا، أكد الرئيس أن حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة ويفتح آفاقا واسعة لتنميتها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أوضحت السيدة وزيرة البيئة أنه جار العمل بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، موضحة أن هناك تقدما مستمرا في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بكندا، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير الكندي بالقاهرة. السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بمبادرة المركز بزيارة مصر بما يساهم في تعزيز العلاقات المصرية الكندية، وذلك لما للمركز من مكانة متميزة وعلاقات قوية مع دوائر صنع القرار الكندية بمختلف توجهاتها. من جانبهم أكد أعضاء الوفد الكندي حرصهم على زيارة مصر وتشرفهم بالالتقاء بالسيد الرئيس، وذلك إيمانا بدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار ودفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، وتقديرا للدور الشخصي للسيد الرئيس في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وقيادة سيادته لمرحلة تحول تنموية كبرى في مصر على مختلف في الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تحقيق الأمن والاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب. تنطلق النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب يوم السبت 14 من سبتمبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة. ينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي، شباب الجامعات، شباب السياسيين، شباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وكذلك شباب رجال الأعمال. وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة اسأل الرئيس. شباب مصر هو أمل مصر.
عشان انتم الشباب اللي تقدروا بفضل الله سبحانه وتعالى تغيروا الواقع الى واقع افضل بالجهد والاصرار والصبر. المؤتمر الوطني للشباب المنارة سبتمبر 2019 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي عن بداية استقبال أسئلة جلسة اسأل الرئيس والتي ستعقد على هامش انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للشباب. وقالت الصفحة الرسمية على تويتر إن ذلك يأتي حرصا من الرئيس على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، ويتم توجيه الأسئلة لمبادرة اسأل الرئيس عبر الموقع الإلكتروني www.askthepresident.net وذلك حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من سبتمبر، وهو موعد غلق باب توجيه الأسئلة. جلسة اسأل الرئيس، الشباب يسأل والرئيس يجيب عن كل التساؤلات التي تشغل الشباب المصري بدون خطوط حمراء. شارك بسؤالك على www.askthepresident.net. المؤتمر الوطني للشباب المنارة سبتمبر 2019 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتتضمن أجندة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة 3 جلسات أبرزها جلسة اسأل الرئيس. نتابع. أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المؤتمر في نسخته الثامنة. وأشار بيان صادر عن المؤتمر إلى أنه يتم تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر egyouth.com وذلك حتى 12 من سبتمبر الجاري. يعد المؤتمر الوطني للشباب منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والشباب الذي يطمح إلى بناء مستقبل أفضل لوطنه. We'll be right back.
أعلنت وزارة الداخلية رصد مخطط لقيادات تنظيم الإخوان الهاربة بتركيا، ويستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية فضلا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية. وقالت الداخلية إن أبعاد التحرك ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد وتهريب العناصر الإخوانية إلى بعض الدول الأوروبية وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل. ونوهت الوزارة بتحديد العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا والمتورطة في إعداد المخطط وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات والتي أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم. أنا اسمي حسام عبد الرازق المدبولي، تعرفت من فترة على الإخوان ياسر الزناتي الهارب في تركيا، اشتغلنا مع بعض في تهريب بعض البضائع والعملة، واشتغلنا في الهجرة غير الشرعية، وكنا بنوصل مستندات العناصر الإخوانية هربانة في تركيا، وزاد الشغل بيني وبين ياسر، فاستغلت علاقة بعض الأشخاص وشغلتهم معايا في نفس المجال. عرفت ان في مجموعه من الاخوان هربانه في تركيا كانت بتساعد ياسر، وعرفت ان الغرض الاساسي من الاتجار مع ياسر ان هو كان بيوفر اموال لجماعه الاخوان، وعرفت ان اللي بيسافروا بطريقه غير شرعيه كان ياسر بيساعدهم للتسلل لبعض الدول الاوروبيه من خلاله. هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي إذا تم فرض سيادة إسرائيل على عبر الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، شدد عباس على أنه من حق فلسطين الدفاع عن حقوقها وتحقيق أهدافها بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، ومشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. ذكر مسؤول أمريكي أن السياسة الأمريكية تجاه الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ما زالت ثابتة دون تغيير. جاء ذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ينوي ضم عبور الأردن من الضفة الغربية إذا فاز في الانتخابات المقبلة. وأضاف المسؤول بإدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه سيتم إصدار رؤية للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية، ويتم العمل لتحديد المسار الأفضل للمضي قدما من أجل جلب الأمن والاستقرار إلى المنطقة. أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة، فيما أظهرت لقطات مصورة قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإجلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تجمع انتخابي لحزب الليكود بمستوطنة أشدود، حيث دوت صافرات الإنذار بعد رصد منظومة القبة الحديدية لإطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مدينتي عسقلان وأشدود. قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين إن المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن عزمه ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه. وحمل الأمين العام لمنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني والذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين. أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة وشمال البحر الميت في حال فوزه بالانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل، أثار موجة جدل كبيرة وردود فعل واسعة نستعرضها معكم في سياق العرض التالي.
حماية الناس، مهمتنا حماية أي ثورة سلمية. طالبت الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة على السودان، وذكرت الدول الثلاث وهي جنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية وساحل العاج في بيان مشترك أن رفع العقوبات عن السودان يجب أن يشمل أيضا رفعه من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وذلك في إشارة للولايات المتحدة. كما حث البيان الحكومة السودانية الجديدة بالعمل على تهيئة الأجواء لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية. اتفق طرف التفاوض الحكومة السودانية الجديدة والجبهة الثورية في محادثات جوبا حول معظم القضايا العالقة بينهما. قال مستشار رئيس دولة جنوب السودان إن الطرفين توصلا إلى سلام شامل وانخرطا في مناقشات جادة وسيوقعان إعلان مبادئ خلال ساعات، ومشيرا إلى أن الاتفاق المنتظر توقيعه سيشكل ورقة مشتركة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. السلام والأزمة الاقتصادية والعدالة الانتقالية ملفات وضعتها الحكومة السودانية أولوية لها خلال اجتماعها الأول والذي عقد برئاسة عبد الله حمدوك في العاصمة الخرطوم، وذلك من أجل السعي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في السودان خلال المرحلة الانتقالية. المزيد في سياق هذا التقرير. وسط تحديات جمة تواجه السودان خلال المرحلة الانتقالية بالبلاد، جاء انعقاد الاجتماع الأول للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذلك بعد 48 ساعة من أداء اليمين الدستورية واجتماعها مع المجلس السيادي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وخلال الاجتماع تم التطرق إلى قضية السلام والأزمة الاقتصادية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، فضلا عن تحقيق العدالة الانتقالية وإصلاح أجهزة الدولة ووضع سياسة خارجية متوازنة، وهي الملفات التي تمثل أولوية على ملف الحكومة خلال المرحلة الانتقالية بالبلاد. إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ضمان استغلال القضاء، تحقيق العدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة التي أعلن عنها ووردت في الاتفاق السياسي وفي الوثيقة الدستورية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بما فيها جريمة فض القيادة، اعتصام القيادة العامة. النقطة الرابعة هي ضمان تعزيز حقوق النساء، وأخذت من نقاش وكان في تدقيق شديد عليها أن المسألة ليست مشاركات شكلية ولكن اتخاذ إجراءات لتعزيز ضمان مشاركة النساء، مشاركة فعلية ولا حقيقية تتعدى المسائل الديكورية والشكلية. النقطة الخامسة هي إصلاح أجهزة الدولة بما في ذلك طبعا حتى علاقة المركز بالولايات لضمان استقلاليتها وقوميتها وضمان أنها بتؤدي عملها بشكل جيد. وتأتي تلك التطورات في السودان فيما تتواصل في جنوب السودان مفاوضات السلام بين مجلس السيادة والحركات السودانية المسلحة، وهي المحادثات التي سينضم إليها حمدوك يوم الخميس في أول زيارة خارجية له سعيا للوصول لاتفاق سلام شامل في السودان. احبطت قوات الجيش الوطني اليمني هجوما لقوات الحوثي باتجاه مديرية التحيتة جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. كان الجيش اليمني قد رصد محاولة لتقدم قوات الحوثي باتجاه مواقع في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة، حيث قامت عناصره بالتعامل مع المحاولة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الحوثي. قال
قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن التركي المالكي إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها قوات الحوثي باتجاه أهداف مدنية في نجران. وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة لتحييد وتدمير قدرة الحوثي على إطلاق طائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة رصد تحركات اللاجئين السوريين أن أكثر من 1400 لاجئ قد عادوا إلى ديارهم خلال الساعات 24 الماضية. ذكر بيان للمركز الروسي أن العائدين قد أتوا من لبنان والأردن، ومضيفا أن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت بتطهير أراض من الألغام على مساحة 2.5 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 34 عبوة قابلة للانفجار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد 50 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الدفاع الروسية أن غرفة العمليات رصدت 23 انتهاكا في إدلب و10 انتهاكات في حلب، ومشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية في إدلب تواصل خروقاتها للهدنة واستهداف نقاط للجيش السوري. اعتقلت السلطات الأمنية في العراق 78 شخصا يشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابية خلال احتفالات عاشوراء. كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد تفقد مصابي حادث التدافع الذي وقع خلال إحياء يوم عاشوراء بمدينة كربلاء وأسفر عن قتلى وجرحى، حيث أشاد عبد المهدي بسرعة تعامل السلطات مع الحادث فور وقوعه، ومضيفا أن أغلبية المصابين خرجوا من المستشفيات. تعهدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بالقيام بدور في ليبيا لمنع نشوب حرب بالوكالة. وقالت أمام البرلمان الألماني إن التطورات الجارية في ليبيا قد تتخذ أبعادا خطيرة وتنذر بزعزعة استقرار إفريقيا بأسرها، ومشددة على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لمنع التصعيد في ليبيا. Und wir werden Schritt für Schritt versuchen, auch hier immer wieder mit dem Iran Lösungen zu finden, die eine Eskalation der Spannungen in einer weltweit sensitiven Region verhindert. Das ist europäische Aufgabe. والمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من هيرفورد بألمانيا أستاذ حسين خضر عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. أهلا بك أستاذ حسين. مساء الخير. يعني بعد التحية، يعني كيف تبعت تصريحات المستشارة الألمانية أنجلا ميركل فيما يتعلق بهذا حيث تعهدت بالقيام بدور في ليبيا؟
أنا أعتبر التصريحات اللي أطلقتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي تصريحات مسؤولة، لأن طبعاً السيطرة على الوضع في ليبيا بتأثر على السلام في المنطقة هناك وعلى السلام أيضاً في القارة الأوروبية، لأن أي توتر عسكري في دولة ليبيا هيأثر مش على ليبيا بس، هيأثر على المنطقة بالكامل. وأيضاً من وجهة نظري رأت المستشارة الألمانية بعض التصرفات التي تصدر من بعض الدول أو الإدارات الأوروبية ذات المصالح داخل ليبيا الغير مسؤولة. يعني لو بصينا للموقف الفرنسي اللي دايما مع الجبهتين بسبب أغراض وأطماع اقتصادية، الغضب الإيطالي اللي موجود من فترة كبيرة بعد السيطرة الفرنسية أو سيطرة المصالح الفرنسية، وطبعا تدهور المصالح الإيطالية داخل الأراضي الليبية. لو بصينا طبعا للمنضمين المنظمات الإرهابية اللي انتقلوا بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق للأراضي الليبية، وكل الأحداث دي كلها طبعا بتسبب تخوفات عند الإدارة الألمانية لو حصل في المنطقة أو في داخل ليبيا زي انفجار بين الجبهات المتعادية داخل ليبيا، هيأثر على المنطقة هناك، ولو خرج على السيطرة هيأثر أيضا على دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي كان من الضروري على دولة مسؤولة أو إدارة ذات مسؤولية زي الإدارة الألمانية أنها تتدخل لإيجاد حل قريبا سريعا يتماشى مع ظروف المنطقة وأيضا يتماشى مع الظروف السياسية والأمنية للوضع العالمي حاليا. نعم، يعني هل لك أن تحدثني بشكل أكبر عن تقييمك للدور الألماني في أزمة ليبيا أو عن الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لحل هذه الأزمة؟ هي ألمانيا زي ما المستشارة الألمانية كذا مرة وضحت هي بترغب في حل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، لأن كذا مرة حب أو كان الاتحاد الأوروبي عنده رغبة أنه يصدر بعض القرارات أو يتخذ بعض الإجراءات لحل هذه الأزمة، ولكن اللي كان واضح أن بعض الدول ذات المصالح وبالذات فرنسا كانت بتعطل بعض هذه القرارات والإجراءات، وأيضا إيطاليا كانت بتسرع أو بتعطل بعض هذه الإجراءات، وكلها بتعود لمصالح اقتصادية وأيضا مصالحهم من الطاقة أو المواد البترولية، إلى جانب طبعا المصالح التركية داخل الأراضي الليبية والسفن اللي مسكتها الإدارة اليونانية كذا مرة هم بينقلوا أسلحة ومواد متفجرة من أنقرة لطرابلس. وبالتالي كان من الضروري أن ألمانيا هي كمان تدور على مصالحها اللي هي أن يكون في سلام داخل الأراضي الليبية وما يكونش في انفجار ما بين الجبهات الموجودة أو تقوم حرب داخل ليبيا، لأن ليبيا تعتبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي مدخل من مداخل أفريقيا. يعني لو كان في حرب أو عدم سيطرة في المنطقة هناك هيأثر ده كمان على الهجرة غير الشرعية. طب وجود الذئاب المنفرد داخل الأراضي الليبية اللي ممكن هم كمان في حالة عدم السيطرة أو فقدان السيطرة أنهم يتوغلوا للأراضي الأوروبية، والموضوع ليه أبعاد كتيرة جدا. وبالتالي كان من الضروري أن ألمانيا تتدخل في الفترة دي قبل ما الموضوع يكبر أكتر من كده، في ظل أيضا تركيز العديد من الدول على مصالحها الشخصية دون النظر للسلام العالمي أو للأمن الأوروبي. نعم، يعني هل لك أن تحدثني عن أشكال هذا التدخل التي تروج لها الحكومة الألمانية؟ وأيضا كنت تتحدث عن هذه الأبعاد، يعني كما ذكرت منذ قليل أن هذه التطورات الجارية في ليبيا لها أبعاد خطيرة، ما هي هذه الأبعاد التي كانت تشير إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؟ طبعا الابعاد او التخوفات اللي من وجهه نظري اللي عند الاداره الالمانيه هي تخوفات في شان الارهاب. لو تم فقد السيطره على المنطقه في ليبيا او قامت حرب بين الجبهتين هيكون في كمان فرصه كبيره جدا للجماعات الارهابيه والذئاب المنفرده انها تنتقل وتسيطر وايضا تنتقل الى اوروبا وتنفذ بعض الخطط او الاطماع الارهابيه اللي هي موجوده عندهم. طب ولو بصينا كمان للموضوع من وجهه اقتصاديه هنلاقي في دول كبيره جدا قياديه ليها مصالح هناك زي مصالح بترول، مصالح معادن، مصالح عسكريه، مصالح ايضا سياسيه بعض الدول. بالظبط كده، في بعض الدول طبعا يعني لن نريد ان نتطرق الى ذكرهم، تم الكشف عن دعمهم بمواد متفجره واسلحه كان يتم تهريبها داخل منطقه البحر المتوسط، والاداره اليونانيه وايضا بعض الادارات الاوروبيه مسكت السفن دي، وطبعا كان الموضوع ده موجود بكثره الفتره اللي فاتت وكان موضوع في المجلس الاوروبي. وفي تخوفات كبيره جدا ان الموضوع يوصل
ان هو يتم فقدان السيطره، وبالتالي المانيا من وجهه نظري انا ترغب لوجود حل سياسي سلمي تحت مظله الامم المتحده يوصلوا بيه في النهايه، ان يوصل حكومه تحكم ليبيا يكون متفق عليها من جميع الجبهات للوصول الى حل سلمي دون التدخل العسكري او الكلام ده، او الوصول لحل يوقف الحل العسكري اللي موجود حاليا. نعم واضح التأثر، أشكرك شكرا جزيلا من أو عبر سكايب أستاذ حسين خضر عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، شكرا جزيلا لك. تحيي الولايات المتحدة الذكرى 18 للهجمات التي استهدفتها في 11 من سبتمبر عام 2001. وقعت الهجمات التي استخدمت فيها طائرات مدنية اختطفها إرهابيون في كل من نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا مخلفة الألاف من القتلى والمصابين. المزيد عن بعض الحقائق عن هذه الاعتداءات الإرهابية في سياق العرض التالي. فتحت أحداث 11 من سبتمبر الباب أمام الولايات المتحدة لشن الحرب على أفغانستان والعراق، وذلك بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على محور الشر على عدد من الدول، فيما روجت له واشنطن على أنه الحرب ضد الإرهاب. محور الشر
عبارة أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس عام 2002، وصفا بها حكومات العراق وأفغانستان وإيران وكوريا الشمالية، وكانت انطلاقة لمرحلة ما بعد أحداث 11 من سبتمبر تحت عنوان الحرب ضد الإرهاب، حرب صنفت على أنها الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. بدأت باستهداف حركة طالبان في أفغانستان بشكل مباشر بعد اتهامها بإيواء زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وبالفعل نجحت القوات الأمريكية في إسقاط حكومة طالبان سريعا، وظلت العمليات العسكرية هي السائدة حتى مقتل بن لادن في عهد الرئيس باراك أوباما. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنهاء العمليات القتالية الرسمية منذ ذلك الحين، لا يزال هناك أكثر من 10,000 جندي أمريكي في أفغانستان حتى وقتنا هذا. وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية، فقد يبلغ مجموع ما أنفقه الأمريكيون عسكريا في أفغانستان من أكتوبر 2001 إلى مارس 2019 نحو 760 مليار دولار، بينما قالت مجلة فوربس إن التكلفة قاربت التريليون دولار. أما على مستوى الخسائر البشرية، فقد أظهرت تقارير مقتل أكثر من 3,200 جندي أمريكي وإصابة عشرات الآلاف بجراح وتشوهات وإعاقات دائمة، بينما قتل وأصيب وتشرد ملايين المدنيين الأفغان. أما الحرب الثانية التي خاضتها الولايات المتحدة فكانت تهدف إلى الإطاحة بالنظام في العراق تحت ذريعة تهديده النظام العالمي عبر توسيع برامج الأسلحة الكيماوية، فصدر قرار الحرب عام 2003 بينما ظلت آثاره ممتدة حتى اليوم، حيث عمت الفوضى منطقة الشرق الأوسط وانتشرت في العراق العمليات الإرهابية والحروب الأهلية، وظهر العديد من الجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها. وعن خسائر حرب العراق، ذكر تقرير رسمي للبنتاغون أن حصيلة الضحايا في الفترة من 2003 وحتى 2019 بلغت نحو 4,384 قتيلا من الجنود الأمريكيين و 32,180 مصابا، بينما تشير بعض التقديرات إلى مقتل 654 ألف عراقي حتى تاريخ انسحاب القوة الأمريكية عام 2011. أما عن ما أنفقته الولايات المتحدة على الحرب على الإرهاب منذ عام 2003، فقد بلغت التكلفة الإجمالية 5.6 تريليون دولار بحسب تقارير رسمية أمريكية. وأشار بعض المراقبين إلى أن الإنفاق الحكومي على الحرب كان أكثر تسببا في الأزمة المالية العالمية عام 2008. تقلص دور تنظيم القاعدة الإرهابية بفضل الضربات الأمريكية عقب أحداث 11 من سبتمبر، ولكن التنظيم انشطر إلى تنظيمات إرهابية مختلفة تركزت في منطقة الشرق الأوسط، كان أبرزها تنظيم داعش الإرهابية. على مدار 18 عاما تلاشى تنظيم القاعدة الإرهابي بفضل الضربات الأمنية والعسكرية الموجهة إليه عقب أحداث 11 من سبتمبر لعام 2001 بالولايات المتحدة، ما أدى إلى انشطار التنظيم الإرهابي الأشهر في العالم إلى مجموعات إرهابية متناثرة في عدة بلدان اختفت قوتها التنظيمية في مواجهة ظهور تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق. فتنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن في كهوف أفغانستان أواخر ثمانينات القرن الماضي استمد قوته وزخمه من قائده رغم اختفائه عن الأنظار لمدة 10 سنوات، وليشكل مقتله في 2011 على أيدي قوات أمريكية في مدينة أبوت أباد الباكستانية ضربة قاسمة للتنظيم في ظل تزامنه مع بزوغ نجم تنظيم داعش الإرهابي لتضعف قوة ونفوذ القاعدة بشكل كبير. ورغم لجوء التنظيم الإرهابي إلى نجل بن لادن حمزة باعتباره النجم الصاعد الذي سيلهم الجيل المقبل من الإرهابيين ويبث الحيوية في شرايين التنظيم، إلا أن تلك المحاولات الإرهابية باءت بالفشل مع إعلان مسؤولين أمريكيين رفيع المستوى أنباء عن قتل حمزة في عملية نوعية للجيش الأمريكي.
أما داعش الذي رفع راية الخلافة الإسلامية منطلقا من سوريا والعراق فإنه كان الأسرع من القاعدة في الأفول في ظل التدخل العسكري العالمي ضده عبر ما سمي بالحرب على الإرهاب لتختفي سيطرته العسكرية على الأرض مع انهيار دولته المزعومة وتتحول استراتيجياته الإرهابية للاعتماد على مجموعات محلية صغيرة وبأسلوب الذئاب المنفردة أحيانا. وترافقت هزائم التنظيمات الإرهابية خلال السنوات الماضية مع كشف العديد من الدول الغطاء عن تنظيم الإخوان الإرهابي الذي ولدت من رحمه مختلف الجماعات الإرهابية وأظهر وحشيته ودمويته وسعيه لإراقة الدماء باسم الدين وخاصة مع سقوط أطماعه في الوصول للحكم بالعديد من دول الشرق الأوسط. والآن مشاهدينا ننتقل لمتابعة هذا المؤتمر لوزير الخارجية الروسي ووزير خارجية مولدوفا. في التابعة للأكاديمية الدبلوماسيين في التابعة لوزارة الخارجية الروسية وأولينا اهتماما خاصا للمواضيع المتعلقة في الثقافة ومنها التعليمية وفي المجالات الإعلامية أيضا وعبرنا عن ضرورة اتخاذ التدابير للحفاظ على اللغة الروسية في مولدوفا وزملائنا أكدوا على أنهم لن يسمحوا بتقليص المساحات للناطقين باللغة الروسية والروس الموجودين في جمهورية مولدوفا واتفقنا أيضا على اتخاذ التدابير للتخلص من خرق نظام حرية التأشيرات وضرورة ضمان حقوق الصحفيين للعمل المهني الحر ووقف عمليات التمييز تجاه وسائل الإعلام وهذا ما كانت قد قامت به الحكومة السابقة في مولدوفا تجاه وسائل الإعلام الروسية وأيضا اتفقنا على إعطاء دفعة جديدة لاتفاقيات ضمانية التقاعد وقدمنا اقتراح وزملائنا وعدوا بالنظر في هذا الاقتراح باستئناف عملية توقيع على البرامج لثلاث سنوات متتالية وهذه البرامج كانت قد تم التوافق خلالها على فعاليات مختلفة وأيضا ناقشنا موضوع تسوية في بريدنستروي أو ترانسنيستيا وتطبيق ما تم الاتفاق عليه لتطبيق الاتفاقات والتوصل إلى حل وسلمي ورفع من مستوى الثقة وتسوية هذه الأزمة. نحن نرحب باستئناف اللقاءات لخمسة زائد اثنان ونرى أن مثل هذه اللقاءات يجب أن تكون دورية كما اتفقنا حين تم تأسيس مثل هذه الصيغة واتفقنا على التعاون في فضاء رابطة الدول المستقلة وأيضا فيما يتعلق في العمل في هذه الرابطة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والتي مولدوفا أصبحت أو تشارك بصفة مراقب ونتعاون في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك منظمة الدول البحر الأسود الاقتصادية وللتوصل إلى مواقف مشتركة وأكدنا مع زميلي من مولدوفا بأن تطوير العلاقات الثنائية وتعمل على دعم حكومة مولدوفا
والحفاظ على الاستقرار الداخلي والتوافق بين الاثنيات. وبهذا الطريق يمكن تطوير العلاقات والتواصل متعددة الجوانب بين روسيا ومولدافيا على أساس المنفعة المتبادلة. وأرى أن محادثاتنا جاءت في وقتها، ومن جديد سوف تعمل وزاراتنا وبشكل علني بشكل متكرر، ونحن تحدثنا على أنه يوجد مشاكل، ومن الضروري العمل على إيجاد نهج منسق للعمل المشترك. شكرا. شكرا جزيلا السيد الوزير. السيدات والسادة، قبل كل شيء أود أن أشكر السيد لافروف على دعوته لزيارة روسيا الاتحادية، ويسرنا أن المباحثات التي جرت اليوم في الجو من الصداقة والثقة، هذه المباحثات مكنتنا من تحديد الخطوات القادمة المقبلة لتعزيز الحوار الثنائي. السنوات الأخيرة كانت غير بسيطة بالنسبة للعلاقات الروسية المولدافية، وفي بعض الأحيان لم يكن بيننا تفاهم، ولذلك أعتبر زيارتي كبداية العمل المشترك لتطبيع العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية مولدوفا، وهذا من الاتجاهات الأساسية في السياسة الخارجية لجمهورية مولدوفا. وفي سياق الحديث أشرنا إلى ضرورة إعادة العلاقات الاقتصادية التجارية بحجمها الكامل، والآن هذه العلاقات لا تستجيب مصالح ولا إمكانيات بلدينا. وأنا اقترحت أهلا بكم من جديد. عين رئيس الحكومة اليابانية شينزو أبي وزيرين جديدين للدفاع والخارجية في تعديل حكومي طال 17 حقيبة وزارية من 19، حيث تولى وزير الخارجية المنتهية ولايته تارا كولو وزارة الدفاع في خطوة اعتبرت مؤشرا على تجديد النهج تجاه كوريا الجنوبية وسط تراجع للعلاقات بين الجارتين. وتضمنت التعديلات تعيين سيدة ثانية بالحكومة وإسناد وزارة البيئة إلى شاب في 38 من عمره. بدأت اليوم أعمال القمة الرابعة لمبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ بمشاركة وفود حكومية من 80 دولة. ومن المقرية أن تناقش أعمال القمة 320 مشروعا استثماريا تقام في الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، فضلا عن دور قطاعات البنوك والتمويل والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية المتخصصة في دعم المبادرة. استكملت الحكومة الإيطالية الائتلافية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي صلاحياتها الدستورية بالحصول على ثقة مجلس الشيوخ بأغلبية 169 صوت. من المقرر أن يتوجه كونتي اليوم إلى بروكسل لعقد لقاءات رسمية مع رئيسي المفوضية الأوروبية المنتخبة فون دير لاين والمنتهي ولايته جان كلود يونكر، ورئيسي المجلس الأوروبي تشارل ميشيل والسابق دونالد تاسك، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي. أصدرت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا حكما يصف قرار تعليق عمل مجلس العموم البريطاني بأنه غير قانوني. وذكرت المحكمة أن تعليق عمل المجلس العموم يمثل انتهاكا واضحا لعمل السلطات العامة، وتجاوز الحكومة البريطانية على السلطة التشريعية. Forty-eight hours ago, he was leading the chants of "Stop
the coup, let the people vote. Now he's saying stop the election and stop the people. حاليا أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الانتهاء من مسودة التقرير السنوية عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان مصر تنطلق. جاء ذلك خلال ترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أشاد مدبولي بانخفاض أرقام ومعدلات التضخم والتي سجلت خلال الشهر الماضي لتصل إلى 6.7% مقارنة ب 13.6% في أغسطس 2018، كما أشاد بانخفاض الواردات خلال شهر يونيو الماضي بنحو 900 مليون دولار مقارنة بشهر يونيو عام 2018. ولفت مدبولي إلى أن الحكومة مهتمة بتشجيع الصناعات المحلية وتقديم المحفزات التي من شأنها الارتقاء بجودتها. ختام هذه النشرة، والآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة. أمريكا لا تحذر من التصعيد في ليبيا وتتعهد بالتدخل لمنع نشوب حرب بالوكالة. القضاء الإسكتلندي يعتبر قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان البريطاني غير قانونية. انتهت النشرة الإخبارية. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.